طيب مسج 27/11 عايزة تعرف كل حاجة وهي بنت. 27/11 هي عقرب، سوري هي قوس، بس واخده من العقرب، اوكي، عشان هي اول 10 ايام في القوس. الفتره اللي فاتت ديت العقرب والقوس كانت وحشه جدا عندهم، اوكي، بس ابتدى شويه برج القوس في البنات بقى احسن من الولاد، اوكي. الفتره اللي جايه عندهم الدنيا هتختلف، بس لان بنت القوس اسرع من راجل القوس، عشان كده الدنيا الفتره الجايه هتمشي عندها قبل راجل القوس. عندها تغيير في مكان، المكان ده بالنسبه لي يا اما شغل يا اما بيت يا اما عربيه، اوكي. ست القوس عندها الفتره الجايه حاجه جديده هتحصل لها في حياتها من الثلاث حاجات دول، يا عربيه يا بيت بيت يا شغل، بس الحاجه اللي هتحصل ديت هتبقى وشها حلو على بقيه الحاجات. طب كويس. اوكي. وبقول لها ان انت الفتره اللي فاتت دي كنتي غيرتي كل تفكيرك، او بقيتي غيرتي الزاويه، او بقيتي تفكري من وجهه نظر جديده. اوكي جدا اللي انت بتعمليه واللي انت ماشيه عليه، اوكي، استمري في اللي انت فيه وكملي لان اللي جاي حلو. اوكي، يعني ما يتخافش عليها. ست القوس، ست القوس ذكيه جدا جدا جدا. تمام.